خلونا نروح لمحافظة الأقصر واللي المزارعين فيها بدأوا لأول مرة في مصر تجفيف الفلفل الأحمر والأخضر في الشمس، وده عشان يصدروه للخارج. وطبعا ده بعد النجاح الكبير قوي اللي حصل في المواسم اللي فاتت في تصدير الطماطم المجففة في الشمس للعديد من دول العالم. والله هنا محطة الشهيد ماجد صالح بتتعاقد مع المزارعين على توريد محصول الفلفل ليهم، ومتعاقدة على 100 فدان فلفل. بيجي الفلفل للمحطة، بتستلمه المحطة، بتبدأ تفرزه وبتقطعه مكان التقطيع، وبيبدأ نشره في المجففات بالنسبة للشمس يعني وكده. وبعد كده بيتغلف وبيروح الدول الأوروبية ودول الخليج وجنوب أفريقيا. احنا ابتدينا طبعا كفرز طماطم مع الاول، ابتدينا ازاي ان احنا نصدر طماطم فريش ثم طماطم جافه، والحمد لله كانت النتائج مبشره. ابتدينا ان احنا نتوسع شويه في تجفيف الطماطم. بعد كده دخلنا في زراعه مع بعض الشركات الثانيه، يعني دخلنا مع زراعه مثلا الصنف الهوكايدو اللي هو الجرع العسلي، الكنتالوب، العنب، المانجو، التمور. اخذنا الزراعه تعاقديه مع المزارعين هنا بحوالي يعني ما يقرب عن 100 فدان هنا مزروعه في مركز اسنا وهرمان كزراعه تعاقديه. احنا بنوفر لهم كل حاجه عشان يديله افضل ما عنده. بعد كده ابتدت الزراعة طبعا في شهر سبتمبر 2021، الإنتاج كان في نوفمبر 2021. ابتدى عندنا أول بكورة إنتاج كانت 24 نوفمبر 2021. كخبرتنا في التجفيف والموجود بيه، ابتدينا ندرج ألوان الفلفل، اللون الأحمر لوحده، اللون اللي هو المخوص اللي هو لسه لا أحمر ولا أخضر لوحده، اللون الأخضر خالص لوحده، وابتدينا نعمل عملية تجفيف شمسي لهذا المنتج. العملية ماشية الحمد لله تمام وهتنجح وإن شاء الله ناجحة. ابتدينا كمان زراعة تعاقدية صيفية، حوالي 1000 وزعنا 1000 صينية شتلات فلفل السنة دي. إن شاء الله ننتظر كده على نهاية شهر 6 بكار اللي هي بيسموها البشار بتاعة الإنتاج، واللي جاي ده كله خاص بالتجفيف. أنا كمزارع في زراعة تعاقدية عشان أستفاد استفادة كاملة بلعب على حاجتين، بلعب على كمية إنتاج وفير مع أقل مصاريف. هم إن عرفت أضبط المعادلة دي أنا كان حققت نجاح في الموضوع، والحمد لله رب العالمين. كصنف هاليبينو إنتاجية أكثر من ممتازة. أنا السنة اللي فاتت الحمد لله يعني الفدان حجمه قارب من 20 طن، فكأول سنة زراعة. السنة دي إن شاء الله منتظر إن أنا أعدي الكلام ده، وكسعر ثابت ماليش دعوه متغيرات السوق. كزراعه تعاقديه لا، انجح لي انا كمزارع، سعري ثابت، السوق طلع السوق نزل، خلاص انا بحقق ربحي بايدي. لعبت على المعادله صح، خفيت مصاريفي وحققت انتاجيه عاليه، بيرجع علي اعلى عائد من الربح. فدي فائده الزراعه التعاقديه. وكصنف بسم الله ما شاء الله الهليبينو شركه مزارع، وانا بورد هنا في محطه الشهيد عشان يتم تجفيف الفلفل وتصنيعه وعشان يستعد للتصدير للدول الأوروبية. طبعا مجال عمل جديد وسوق جديد اتفتح وبيشغل ناس وبيساعد كمان المزارعين اللي عندهم وفرة في إنتاج محصول معين زي ما شفنا في الفلفل، إن هم المحصول مش هيبور، مش هيبوظ، هيستغلوه، هيبيعوا اللي يبيعوه، والباقي هيتم تجفيفه زي ما شفنا وهيصدر. ناس كتيره بتحاول تعمل المشروع ده، لكن يعني زي ما بنقول كده في البيت او حاجه صغيره كده، بحيث ان هم يعملوا كده وبعد كده يودوه للعطارين، بيستخدموا الفلفل والخضروات بشكل عام ويودوها للعطارين. وجهاز تنميه المشروعات كمان بيدعم المشروعات الصغيره اللي زي دي، يعني ممكن اي حد يعمل الكلام ده على السطوح عنده في البيت، بشرط ان هو يرجع للجهاز عشان يعرف الاشتراطات عشان نضمن طبعا جوده المنتجات بتاعته، وانه يقدر يعمل مشروع زي ده. اللي عايز يشتغل هيشتغل، يعني في النقطه دي تحديدا اللي عايز يعمل مشروع صغير
هيقدر يعمل مشروع زي ده، ومشروع مربح بالمناسبه زي ما حضراتكم شفتوا. احنا جربنا كمان في الطماطم والحمد لله كانت تجربه ناجحه، ودلوقتي شغالين في الفلفل، واكيد المشروع هيمتد لمحاصيل زراعيه كتيره. بس انت يعني جميل الافكار اللي بره الصندوق دي اللي بتساعد اكيد في نمو الصادرات.